من يعني هذا الملف النفطي نادية إلى الملف السياسي، وسنبدأ اليوم مع من روسيا وكييف ولا من بريطانيا؟ سنبدأ من روسيا، وحديث عن يعني صفقة محتملة تتوسط فيها تركيا للجمع بين روسيا ودول الغرب، صفقة كبرى تشمل أوكرانيا بجزء منها. سلسلة انفجارات غير مسبوقة من حيث النطاق تتعرض لها كييف ومدن أوكرانية منذ ساعات الصباح الأولى. السلطات في العاصمة الأوكرانية أحصت سقوط 5 قتلى وأكثر من 10 جرحى. الرئيس الروسي فولودومير زيلينسكي قال إن القصف الروسي استهدف مرافق البنية التحتية للطاقة في المدينة، متهما روسيا بمحاولة محو أوكرانيا من الوجود. الغارة الروسية استهدفت أيضا مدن لفيف غربا ودينيرو غربا ودينيرو في وسط البلاد، وزوبوريجيا جنوبا، حيث دعت السلطات السكان للبقاء في الملاجئ تحسبا لحصول هجمات جديدة. سياسيا، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في عقد ما وصفها بصفقة كبرى مع الغرب تكون أوكرانيا جزءا منها. كالن قال إن موسكو تعتبر أن العالم يعيش وفق معطيات جديدة منذ انتهاء الحرب الباردة، والروس يريدون التفاوض على هذه الأسس. هذه التصريحات تزامنت مع كشف صحيفة ميليت التركية أن أنقرة تخطط لتنظيم مفاوضات تجمع روسيا إلى 4 دول غربية رئيسية، هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن تبلغت بهذا التوجه، والتعليقات الأولى للشخصيات المؤثرة هناك كانت إيجابية للغاية. التطورات الميدانية في أوكرانيا وتصريحات الرئاسة التركية تسبق بساعات اجتماع يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى مجلس الأمن الروسي. لمزيد من التفاصيل ستنضم إلينا مراسلة الشرق في موسكو ديالا الخليلي. ديالا، أهلا وسهلا بك. إذا ممكن أن نحصل على تفاصيل عن هذا الاجتماع؟ يعني مجلس الأمن الروسي الذي سيعقد اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيعقد اليوم اجتماعا مع أعضاء دائمين في مجلس الأمن الروسي، لا يصدر عنه الكثير من التفاصيل. هو عادة يكون يعني هناك كلمة بسيطة للرئيس الروسي، ومن ثم يكون هذا الاجتماع خلف الأبواب المغلقة، وتصدر عنه تصريحات قليلة جدا. بيسكوف الناطق باسم الكرملين أشار أن يعني لم ينفي بأن قد يتطرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى موضوع تفجير جسر القرم خلال هذا الاجتماع، لكن إنه لن يؤكد ما هي الملفات التي سيكون الحديث عنها خلال هذا الاجتماع. يعني ربما في الوقت الحالي هناك، ومنذ صباح اليوم هناك وابل من الصواريخ استهدف حتى اللحظة أكثر من 15 مدينة ومنطقة في أوكرانيا، والقصف متواصل وفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية. وهنا وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث بأن يعني هذا الوابل سبق الاجتماع، يعني ماذا سيحدث؟ الجميع يتساءل ماذا سيحدث خلال هذا الاجتماع، خاصة أن يعني أعداد كبيرة من عشرات من الصواريخ استهدفت هذه المناطق، فماذا بعد؟ لأن عندما وقع تفجير جسر القرم منذ يومين كانت هناك احتفالات في أوكرانيا ونشروا صور كثيرة، وهذا ما لم يعجب الشارع الروسي. وإن الشارع الروسي أو الحكومة الروسية على مختلف المستويات دعت إلى بعد انهاء التحقيقات، دعت إلى الرد بشكل صارم على الجانب الأوكراني، خاصة أمس رئيس لجنة التحقيقات الروسية أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذا التفجير كان إرهابيا ونفذته القوات الخاصة الأوكرانية. نعم. فيعني الشارع الروسي والجميع في انتظار ماذا سيجري خلال هذا الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي. نعم، سنعود إليك الاطلاع على التفاصيل فيما بعد. يالا الخليلي، موفدة الشرق إلى موسكو، شكرا جزيلا لك.
ينضم إلينا من سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ التصعيد الروسي العسكري اليوم؟ تحياتي سيدتي الكريمة. من الصعب يعني نعته بالتصعيد الروسي، وذلك أنه بناء يعني أتى على المعطيات والانعطاف في هذا الصراع الدولي، ولا أقوله يعني الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا، بل بين روسيا والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة. رأينا منذ البداية التوظيف السياسي يعني لأوكرانيا كرأس حربة يعني ضد روسيا، ومن ثم الانتقال إلى يعني الرأس الحربة العسكرية، وانتهاء بالتوظيف يعني الإرهابي، مرورا يعني بداية في عملية محاولة اغتيال الكاتب والمفكر الروسي دوغين في موسكو، ومن ثم مرورا بتفجير أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، وانتهاء بالعملية الإرهابية الأخيرة قبل يومين في جسر القرم. لقد كانت هناك تحذيرات يعني واسعة من قبل يعني وكثيرة من قبل القيادات الروسية بعدم التوجه إلى مثل هذه العمليات الإرهابية ومحاولات يعني استهداف هذا الجسر بالذات. ويعني لا ننسى أن لهذا الجسر يعني هو رمزيته، وهي يعني تعلو كثيرا على المفهوم الاستراتيجي أو العسكري، ولا يمكن اعتباره يعني جسرا يعني عسكريا. فلذلك اليوم يعني نرى نتاجا لفشل باعتقادي السياسة الغربية أولا، الجزء الآخر وهو يعني الغرور باعتقادي الذي انتاب يعني السلطة السياسية في أوكرانيا بناء على الضخ الإعلامي وتصوير بما يعني هيئ له انتصارات على الأرض في أكثر من منطقة. نحن الآن ننتقل يعني إلى مرحلة أخرى من هذا الصراع الدولي، والذي يعني تكلمنا عنه في السابق أنه سيكون يعني أكثر خطورة، لكن يعني من جهة أخرى يعني أيضا هو نتاجا لعدم وجود أي حل سياسي من قبل ليس أوكرانيا ولكن من قبل المعسكر الغربي، وقد أنهى يعني مفهوم الحل السياسي أو حتى التوجه إلى المفاوضات. مفهوم الحل السياسي دكتور الذي تتحدث عنه حسب الصحافة التركية وحسب متحدث باسم الرئاسة التركية يتحدث عن صفقة كبرى بين روسيا ودول الغرب، ما الذي يمكن أن تشتمل عليه هذه الصفقة؟ يعني ما الذي يمكن أن يرضي طموح بوتين الآن؟ سيدتي الكريمة، يعني بالنسبة فيما يتعلق في التصريحات التركية لغاية الآن يعني باعتقاد أن ممكن نظر إليها فقط يعني كمبادرة لا أكثر ولا أقل، وهي يعني تأتي من تركيا، وتركيا هي لا ننسى يعني هي عضو يعني في حلف الناتو، لكن يعني تركيا التي التزمت يعني جزئيا يعني الحياد الإيجابي فيما يتعلق في روسيا، لأن الطرف الأوروبي يعني ممثلا بالاتحاد الأوروبي بات يعني جزءا لا يتجزأ من حالة يعني العداء تجاه روسيا، ولا يمكنه لعب يعني هذا الدور. هذه ممكن ان تكون يعني محاوله ايجابيه، وهي ستكون يعني للغرب وليس لروسيا، لان روسيا منفتحه على الحوار منذ البدايه، والتصريحات الرسميه يعني والاداء الدبلوماسي الخارجي الروسي دائما كان يطرح انه نحن على استعداد يعني للتفاوض، لكن التفاوض سيكون على اساس الاسس يعني التي كانت قبل 24 من شهر إشباط، والمفاوضات السياسية هي يعني لن تكون مع أوكرانيا. أوكرانيا هي الجزء البسيط من هذه المعادلة، هي مسرح يعني لهذه التفاعلات الدولية، لكن الحديث يعني يجري اليوم عن مفهوم يعني التنازلات، ما ستقدمه المنظومة الغربية، ما ستقدمه الولايات المتحدة، والعودة لمفهوم يعني الملفات الأمنية، وهي فيما يتعلق بعدم تجزئة الأمن في المنطقة الأوروبية وعدم تمدد حلف الناتو شرقا. هذا هنا يعني جوهر المعادلة. فلذلك يعني ممكن أن نرى من خلال هذه اليوم التطورات يعني التطورات العسكرية على الأرض أن تحدث يعني ثغرة ما، وتوصل يعني للمعسكر الغربي الذي بدأ يتخوف يعني من تداعيات أكبر على اقتصاداته وعلى مفهوم أمنه القومي. ولو كنا يعني ننظر إلى المنظومة الغربية منذ بداية يعني الأزمة كانت متماهية يعني في المصالح، ولكن يعني قبل عدة أشهر بدأ
بدأنا نرى يعني الانقسامات، وقد تبين من خلال الكتلة الأنجلوساكسونية والكتلة الأوروبية الغربية، والتي هنا بدأت تتعارض يعني مصالحها مع بعضها البعض. فالكتلة الأنجلوساكسونية مع مد أمد الأزمة، لكن يعني هذا يتعارض مع المصالح القومية الأوروبية. ونحن نرى اليوم أن حالة الاقتصاد، الحالة السياسية أيضا في الوسط يعني الأوروبي، هي بدأت تتغير وإلى الأسوأ، وأعني هنا التوجه إلى اليمين المتطرف، ناهيك عن يعني معدلات وتقلص معدلات النمو الاقتصادي وأزمات الطاقة. فلذلك يعني لابد من وجود يعني أولا لا أقولها حل، ولكن بداية مفاوضات. فهنا يعني نعود مرة أخرى للتعنت الأمريكي في محاولته للحفاظ على أحاديته القطبية والتضحية بالمصالح القومية الأوروبية. لكن يعني في نهاية المطاف لابد من الجلوس على طاولة مفاوضات، وباعتقادي اليوم يعني هذا العرض التركي ممكن أن يكون يعني عرضا كمنصة يعني لبدء هذا الحوار الدولي، وهو يعني سيكون بداية للنظام الدولي الجديد. الدكتور عمار قرات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الحكومية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.